اتفرج على الهدوم البطاطي كتب العيال. اتفرج على كتب العيال يا بقى. كتب العيال تحت المدرسة. ان هنا اوطى من الشارع. المية بتاعت الشارع كلها بتجي هنا. كل مية الشارع بتجي هنا. لغاية امبارح هنا متر ونص ولا مترين مية. متر ونص ولا مترين مية. بعدها بساعتين المحافظ جاي من فيلته على هنا. اول ناس نزلت احنا اول ناس احنا فاطرين في الميدان ومفيش مظاهرة طلعت للسيسي وتأييد ليه اللي احنا في اولها. انا وناخد ولادي ونسيب مراتي تحرس العمارة ونروح نايد السيسي. خلنا من حال الامن النهارده الثلاجة دي كانت نايمة فوق السرير. نايمها فوق السرير ويا عالم تدور ولا ما تدورش. شاريها ب 2300 جنيه. هيديهم لرئيس الوزراء اللي جه خد بعضه من يا دوبك لمحة البصر. جه بعده خرب ملطة وخد بعضه ومشي. وحدين هدوم لعيالة تروح بيها المدرسة تاني منين؟ وحال اللي باظ ده كله وحشتي كلها اللي باظت دي هيديها لي منين؟ أنا راجل معوق عندي إعاقة. ماليش وظيفة في الحكومة. جيت مسكت عمارة عشان أربي عيالي. عشان أربي عيالي. تقوم حاجة تبص كده بالطريقة ديت. ده هو يرضي ربنا. ده هو يرضي السيسي. ده هو يرضي السيسي. لو يرضي السيسي على امه ولا على اخته يكلمني ولا يعبرني. اهو كله فضة. عشوك انا شايف. 3 متر مية. تلاجة عايمة والاكل عايم والهدوم عايمة وكتب المدارس عايمة. كل حاجة عايمة. مش عايزني نجري ورا المحافظ ازاي؟ ونجري نكلمه يقول لك مش من اختصاصه. امال من اختصاص مين؟ من المسؤول؟ من المسؤول على اللي احنا فيه؟ من المسؤول؟ رئيس الوزراء جاب الليل قال لك الحكايه فله ما فيهاش حاجه. شوارع ناشفه، ما شوارع ناشفه من البارح الساعه 10. بس احنا 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 عايشين فين دلوقتي؟ مية المجاري لسه اللي جنب مننا اللي كان ماسك مية المجاري على البوتاجاز لسه. اهي مية المجاري في الغسالة اهي. مية المجاري ما زالت في الغسالة. لا احنا كلنا كلنا. Thank you.